إلى مجلس شورى الدولة المصادق عليه ومن ثم الذهاب إلى يعني سيد أحمد الرواد ويضمن علاجهم. يعني سيد أحمد يعني حتى نوصل المعلومة يعني لآبائنا ويعني يعني مثلنا الأعلى رياضيين الرواد اللي ذا يتابعون الآن، الأسبوع الجاي راح يعني راح يعطى لهم منحة لشهرين، وبعد ما يقرون الموازنة بعد ما يقرون الموازنة يعطوهم العشرة أشهر كاملة. نعم أكيد هذا الشيء. اليوم أنا استفهمت أيضا وكان هناك لي متابعة وشاهدت أيضا بعض الاجتماعات وحضرت بعض الاجتماعات اللي جمعت وزير الشباب والرياضة بمدير الدار المالية وكذلك مدير دار التربية البدنية. يعني كل هذه الاجتماعات حضرتها وحصلت على النتيجه بانه يوم سيد احمد الثلاثاء راح تبعث ترسل. نعم احنا ان شاء الله الامور كلها تمشي وفق النسق والمواعيد اللي حضرتك تكلمت عنها، لكن يعني اريد استفسر من عندك ايضا عن يعني امر اخر مهم، الاجراءات من ناحيه انه رتبتوا القوائم والرياضيين اللي ما يستحقون انطلعوا وشلتوهم وجبتوا رياضيين يستحقون، يعني هل الاجراءات اللي اتخذت الان وعلى وضعها صار هذا الحل هي اجراءات نهائيه؟ يعني الرياضيين الرواد بعد 5 أشهر او 6 أشهر مو الوزاره والاتحادات راح توقع بنفس المطب مره ثانيه وهم يصير اكو تاخير؟ يعني ما راح تتكرر هذه الحاله مستقبلا؟ لا بالتاكيد، يعني اذا تكررت هذه الحاله فالخلل في الدوائر الخاصه بوزاره الشباب صراحه اقول لك يعني. لكن اللي حصل الان بعد ان عرقلت القضيه في البدايه يعني وزاره الشباب والرياضه وضعت يدها على الخلل وبالتالي تمت معالجه هذه الاخطاء وان شاء الله الامور ماشيه على اعتبار ان المفتش العام في الوزاره ايضا تدخل في هذه القضيه وصارت المصادقه بصوره صحيحه على الاسماء وبعثت وارسلت الى الجهات المختصه لصرف الاموال. طيب سيد احمد يعني يعني قبل ايام ودعنا الرياضي وحارس المرمى السابق الكابتن شيت جاسم، نقدم تعازينا الحاره لعائلته ولاولاده ويعني الله يلهمهم الصبر والسلوان ان شاء الله. سيد وزير الشباب والرياضة طبعا مشكورا حضر مجلس الفاتحة ووعد عائلة الكابتن شيت جاسم بقطعة أرض، ما أعرف إذا صار أكو تفعيل حقيقي لهذا الموضوع، أكو يعني أكو إجراءات فعلية بخصوص هذا الموضوع أم الأمور ما زالت شفوية؟ نعم حتى أكون صادق أمام الناس وأمامك أخي بيان وأمام العائلة نفسها، في الفترة اللي توفى بها وفارق الحياة الكابتن شيت جاسم كان وزير الشباب والرياضة معية الوفد وأنا كنت أيضا معه في الرياض، وبعد أن سمعنا بذلك أرسل الوفد الخاص من وزير الشباب والرياضة من الوزارة إلى مجلس الأعزاء ولم يحضر الوزير شخصيا لكنه يعني أوصاني وأنا تواصلت مع عائلة المرحوم ولا زلت متواصل مع الأخوة اللي تربطني بهم علاقة صداقة أخوة من عائلة المرحوم شيت جاسم، وهناك وعد من وزارة الشباب والرياضة بأن تكون للمرحوم شيت جاسم قطعة أرض خاصة في بغداد في مقال في مسقط رأسه وبالتالي يكون حال بعض الرواد الذين يشونهم هذا القرار من أبطال الرياضة العراقية. يعني راح يكون إلى قطعة أرض إن شاء الله، الإجراءات بدأت، يعني أنا حتى أكون صريح وياك عائلته وصوني وأنا يعني أريد أنقل لك الصورة بشكل حقيقي، احنا يعني نريد يعني نساعد عائلته لان انا قريب عليهم واعرف يعني حالهم، فبالتاكيد يعني بارك الله بكم على اي جهد وكل جهد، لكن هل قريبون هم من الحصول على هذه قطعه الارض؟ زيان انا اليوم بنفسي اخذت الطلب ورحت الى امين بغداد نعيم حبوب، لكن لم اجد امين بغداد، وجدت مدير المكتب الاخ صلاح منذر فتكلمت مع المسؤولين في امانه بغداد وقالوا لي بالحرف الواحد بان هناك قطع اراضي للرواد والابطال راح تمنح وشيت جاسم راح يكون من ضمن الممنوحين لهذه الارض رغم انه فارق الحياه لكنه يستحق ذلك وعائلته تستحق ذلك، وان شاء الله هناك طلب شخصي من وزير الشباب والرياضه بذلك لدعم هذه العائله التي ظلمت في حياه شيت جاسم وان شاء الله ما نتركها مظلومه بعد وفاته. ان شاء الله يا رب الله يعني يقويكم على كل ما هو خير للرياضيين العراقيين.
السيد أحمد الموسوي الناطق الإعلامي باسم وزارة الشباب والرياضة، كل الشكر الجزيل لحضرتك على وقتك وتواجدك معنا عبر التليفون من بغداد. أهم ما جاء في كلام السيد أحمد يسمعون يعني رياضيين الرواد أنه الاثنين أو الثلاثاء الجاي إن شاء الله راح يكون هناك صرف لمنحة شهرين، وبعد ما تقرر الميزانية إن شاء الله، ميزانية الدولة العراقية طبعا إن شاء الله بأجمعها راح يتم صرف العشرة أشهر الباقية اللي هي مدة السنة اللي أنتم رواتبكم متوقفة بها، والإجراءات من تغيير الأسماء، تبديل القوائم، الأسماء غير المستحقة، كلها إجراءات يعني انضبطت الآن، وهناك عملية راح تكون إن شاء الله مسترسلة ديناميكية بمسألة توزيع المنح والرواتب بمواعيدها. السيد أحمد الموسوي وعد شخصيا بأنه عائلة الكابتن المرحوم شيخ جاسم إن شاء الله راح يكون لها قطعة أرض، ووعدنا على الهواء ويسمعنا الآن سيد أحمد، راح نبقى إن شاء الله مع هذا الطرح إلى أن نحصل حقوق الكابتن شيخ جاسم وكل الرياضيين الرواد. مجموعة أخرى من لاعبين السابقين النجوم من رياضيين الرواد تحدثوا عن وضعهم وعن حالهم بدون أي منح أو رواتب تساعدهم بأن يعني يجاوزون ما يعانون من وضع مادي ومعيشي صعب. حارس مرمى المنتخب العراقي السابق لطيف شندل، يعني اليوم شنو مطالباتكم بعد قطع الرواتب عليكم؟ والله احنا المطالب مالتنا حمل تعرف البطاقة الذكية مال الرواد، اكو قسم من الرواد ما طالع اساميهم او طالع اساميهم وشاخطيهم. اجى رئيس الرابطة الرجال كامل صغير حشول الوضعية وتمنى الموضوع ان شاء الله، قال بالمستقبل ان شاء الله انا راح راجع عليها وان شاء الله تصير، واحنا اخذنا واحنا اتفقنا بالاتحاد 9 اعضاء من الاتحاد وقعنا على كل الشغلات اللي يريدها الرواد المطار اساميهم ننفذ لهم اياه هاي، وبعض المسائل حول اجتماعات الرابطه، وقال اريدكم ايد واحده والرابطه هي مثل البيت، البيت اذا كلهم ايد واحده ينبني البيت صحيح، ما نريد الرابطه هي فدها الرابطه هاي هي المسؤوله، وبالاتحاد هي الرابطه الاولى بالعراق، وثنى على تعرف الرابطه وثنى على الاجتماعات وثنى على الريض كل شيء تريدوا انا انفذ لكم اياه بالاتحاد، وقال لهم ان شاء الله بالمالفيات العمريه انتم ان شاء الله نخليكم مشرفين على الاتحاد. هاي بادره حلوه من رئيس الرابطه، هذا اللي اول واحد هو نجتمع به، هاي ثاني مره نجتمع به، وان شاء الله خير كامل صغير على الرابطه. استاذ هاشم، اهم المعاناه اللي تعاني منها يعني شريحه الرواد والرابطه بصوره عامه ومطالباتكم اليوم لوزاره الشباب واللجنه الاولمبيه؟ مثل ما حضرتكم شفتون الاستاذ كامل صغير رئيس الرابطه الحالي حضر وحصلنا بعض المكتسبات من بالاخص اتحاد كره القدم المعني عن اللاعبين القدماء كاشراف سفر مع الوفود، يعني العافيه درجات. خلي احنا مو اول يوم نستغل وجود كامل صغير ونشيت عليه في المره، احنا اهم شيء عندنا انه شلون نساعد ربعنا اللي ما طلعت اسمائه بالفتره الاخيره، اللي موجودين برا بالرابطه بحدود 20 واحد وخارج الرابطه يعني عددهم كلهم 133. انا بس اريد اسال يعني المسؤولين عن هذا الامر، ليش اخذوا 4 ملايين وليش انشالوا؟ يعني هنا تجي على وزاره الشباب والرياضه ان تفتح تحقيق بهذا الموضوع، من هو المسيء بهذا الجانب؟ من هو الشخص اللي خلى هاي الاسماء ورد حجابها عنهم؟ انا يعني واحد من الناس طلبوا مني ان اطلع مظاهره، ولكن المظاهره مو شغله هينا، بعد ما نعجز قادرين احنا نطلع مظاهره، قادرين هسه ناخذ موافقه اصوليه ونطلع مظاهره حنا حال هدا يطلعوا المظاهرات، ولكن هذا مو اسلوب انه تعال كل واحد خاصمك او يصير ضدك وتطلع عليه مظاهره، احنا نطلع هسه استاذ كامل صغير قال رفعت الى الدكتور علي ابو شلون منها الى المفتش العام ومن ثم راح تروح شورى الدوله، انا بس اريد اسال شنو علاقه شورى الدوله بالموضوع؟ قانون وافق عليه الرئاسه ورئاسه الوزراء والبرلمان العراقي. إذن الرأي التشريعي الآن نسمع من الدكتورة
عذراء عبد الأمير مستشارة السيد رئيس مجلس النواب العراقي للشؤون الرياضية. دكتورة بداية مرحبا بك، مشرفتنا ومنورتنا باللاعب 12 عبر الشرقية، وبالتأكيد أنت من يعني من الناس اللي يعني حقيقة زاملتي هذا الموضوع، موضوع الرواد وحقوقهم ومنحهم ورواتبهم ومستحقاتهم. هم صار لهم سنة ما مستلمين أي شيء، ويعني قبل شوية كانوا ويانا وزارة الشباب والرياضة ممثلة بالسيد أحمد الموسوي، أكد لنا الأسبوع الجاي راح يستلمون منحة شهرين وبعدها يستلمون منحة 10 أشهر. يعني كمجلس نواب وأنت كقريبة من هذا الموضوع، يعني ماكو تخريجة للحالات المستعجلة، الحالات المهمة لكي يبقى الرواد من الرياضيين وغيرهم بقانون مشرع بشكل صحيح أن هؤلاء يستلمون رواتبهم ومستحقاتهم بمواعيدها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أستاذ زيان، عليكم وعلى جميع مشاهدين برنامجك. الله يسلمك. الحقيقة احنا ما نقدر هسه نريد نشرع قانون آخر حتى نعدل هذا، يعني غير مغاير كيفية العمل بالقانون السابق. طيب. هو هذا القانون شرع من قبل مجلس النواب، لكن تبقى آلية التنفيذ هي من صلاحية وزارة الشباب والرياضة. طيب. على الوزارة أن تضع آلية مناسبة وسهلة وسلسة إلى الرواد، خاصة أن دول رواد ليس لاعبين شباب. طيب. والرواد يأتون من كل المحافظات. طيب. لكن الحقيقة احنا اليوم كان عندنا في مجلس النواب كان مؤتمر برعاية رئيس المجلس اللي هو عن التشريعات الرياضية بين الواقع والطموح، وحضرنا هذا المؤتمر ايضا السيد معالي وزير الشباب والرياضة. وتطرقنا كثيرا الى هذا الموضوع لانه كان من ضمن المدعوين والحاضرين هم رابطة الرواد العراقيين. طيب. الرياضيين العراقيين ورابطة رواد القدم ورابطة الرواد المصارعة. طيب. إضافة إلى الشرائح الأخرى من رئيس ومكتب تنفيذي لجنة أولمبية، رئيس ومكتب تنفيذي لجنة بارالمبية، وعمداء كليات تربية رياضية. نعم. ورؤساء أندية، رؤساء اتحادات، حقيقة كانوا جميع الشرائح. فتطرق إلى هذا الموضوع، تطرقنا وأكد معالي الوزير بأنه تم تشكيل اللجنة في وزارة الشباب للنظر بإعادة هذا القانون. احنا ليش نروح الى تشريع قانون اخر واحنا عندنا قانون؟ بنام هو قانون مشرع، لكن من الممكن ان نعمل تعديل على هذا القانون. طيب. بان نضع نعرف الاخطاء اللي عندنا. نعم. اكو شرائح ما كان ما مشموله بهذا القانون وهم يستحقون انه يكونون من ضمنه. نعم. فراح تصير اعاده لهذا القانون على الفقرات محدده. والاليه التنفيذ تبقى الاولى. طيب. والاخيره هي بيد وزاره الشباب والرياضه. طيب دكتوره عذراء، يعني السيد الوزير قال اكو لجنه، وهاي اللجنه انتم كجهه رقابيه وانت ايضا على صله بهذا الموضوع، نرجع وناكد يعني مسؤوليتك لكونك زاملتي هذا الموضوع فتره طويله. هذه اللجنة بدت أعمالها، باشرت بعملها، يعني إيش وقت ممكن تنطي مسودة التعديلات حتى ترفع تقدم تقر وبالتالي تنفذ؟ حقيقة يعني مو من ضمن هذه اللجنة، لكن يعني حسب معلوماتنا بأنه اللجنة باشرت بأعمالها، وبالقريب العاجل بأنه راح تجينا من وزارة الشباب، لازم تجي من الوزارة وراح تروح إلى لجنة الرياضة والشباب، هي المعنية المعنية بذلك، بأنه هي اللي راح ترفع هذه التعديلات وإلى مناقشاتها. نعم. وإلى المناقشة وقراءتها مرة أولى وثانية ثم إلى إقرارها. الطروحات اللي انعرضت يعني اكو نعم. امل، لكن احنا حقيقه عفوا نحتاج الى بعد تشريعات اخرى لهؤلاء الرواد. يعني حقيقه احنا سابقا وقلنا وننبه الى سيد معالي الوزير الشباب اللي يسمعنا اكيد اليوم من منبركم هذا، بانه قانون المنح الرياضيين كانت به فقره انه توزيع قطع اراضي. طيب. لكل المشمولين بهذا القانون. طيب. لكن الحقيقه احنا من البدايه انا تكلمت وقلت بها من حتى ببرنامجكم مسبقا. نعم. بانه هذا وكنت اقولها للاخرين بانه ما راح تطبق هاي الفقره لانه لا تمت للقانون بصله. نعم. نتمنى ان تكون هذه الفقره يشرع لها قانون خاص بها. لأن قانون المنح يقول بأنه هذا القانون بالتعاون بين والتنسيق بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية والبارالمبية.